للاسف موقع شيم ده زي الماجنت المغناطيسي يا بنات، اول ما تخشي اد تو كارت اد تو كارت اد تو كارت. فيديو جديد. الفيديو بتاع اليوم هنديله مشترياتي من ترى. صراحة قلت ان نعيد على روحي شوية ونشري الحاجات اللي نبيها واللي ما نبيهاش، لكن كل الحاجات اللي شريتها مينلي ملابس، ما شريتش شي جلام. قولولي علاش. انا دي خشيت حست في كمية الوان وبيجمنتيشنز رهيبة، مش عارفة نشري لان فعلا الاوبشنز هلبة، فساعدوني شوية. قولي لقطة في الكومنتس شيني احلى برودكت جربتوه من لا. بدون مقدمات طويلة نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ انا جبت 3 سويم سوتس احلى من بعض، فبنبدأ بهم الاول وبعدين نمشي نشوفوا باقي الحاجات. اوكي love it love it love it love it. بصراحة حلو هلبة يا بنات وحلو في اللبس، واحسن حاجة ان فيه pad cups. نمشي لتاني سويم سوت، هذا اللي لونه احمر، شوفوا هو احلى اصلا من الصورة يا بنات. بصراحة الماتيريال متاعها حلوة هلبة هلبة هلبة. اللي متابعني يعرف ان انا نحب اللون الابيض هلبة، فاكيد ما نقدرش ندير اوردر من غير ما نجيب حاجة لونها ابيض. هذا تالت سويم سوت وفعلا الديتيلز متاعها هلبة كيوت وهلبة حلوة. هيا حبيباتي نبدأ نديروا أنبوكسنج للأوردر. نبدأ أول حاجة هيك نوريكم كل حاجة جبتها ونفتحوها مع بعض، وبعدين في آخر الفيديو بنجربوا أكتر من آيتم باش تشوفوه على اللبس. هذا هو شكله على اللبس، شوف حلو مريح هلبة بصراحة. وهذه الحاجات اللي هي الأوفر سايز تعطيك هيك إحساس بالراحة يعني. المكتوب هناك مكتوب على الرجلين. نمشي الأيتم اللي بعد، وهذا هو الأيتم اللي بعد. شوية الماتيريال اللي من فوق ترانسبيرنت فهتحتاج تلبسي حاجة تحتها، لكن أوفرول حلو. هذا بعد ما قست. نمشي الايتم اللي بعد، شوفوا لكن حس فيه حيكون كبير علي. تعالوا نجربوه، مريح. نمشي الايتم اللي بعد، تقريبا يا بنات اخر ايتم. شو رايكم فيه حبيبات؟ نحس فيه كيوت.
اطول بوت في الحياة، لكن شكلها حلو هلبة، وبصراحة الماتيريال متاعها روعة. ويجي هيك هنا في ديتيلز، هذا I totally recommend بصراحة. هيك نكون كملنا الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم ما تنسوش اللايك and subscribe. حبكم هلبة حبيباتي، باي باي.